أعتقد أولاً أنه هو ضرورة لأنه مواكبة للتطورات الموجودة في العالم في هذا يكسبنا كثير من الوقت ومن الجهد وأيضاً من الكلفة، تخفيض في الكلفة استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال المصرفية الحديثة اليوم. ولذلك فإن مثل هذا اللقاء من شأنه الدفع إلى الأمام وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه. وأعتقد أن مثل هذه القمة ومثل هذه اللقاء بين ممثلي المصارف المغاربية وأيضا ممثلي البنوك المركزية المغاربية وهم موجودون هنا أيضا وسوف يلتقون في الأسبوع القادم يوم 17 على هامش أيضا القمة البنكية في المتوسطية بصفة عامة في إطار اتحاد المتوسطي. أعتقد أنها مناسبة هامة في هذا الاتجاه. وبالنسبة إلى اتحاد المغرب الكبير، اتحاد المغرب العربي، هذه مثل هذه الأنشطة ومثل هذه اللقاءات لا شك أنها تعطي نتائجها، لأننا لكي نعول على القرار السياسي يجب أن يأتي دفع أيضا من المجتمع المدني ومن المؤسسات الاقتصادية والتجارية وغيرها، لأن ذلك هو لا ينتظر أوامر حكومية بل ينبع من إرادة قاعدية. هذه الإرادة القاعدية يمكن أن تصعد نحو السياسي أكثر فأكثر. وأعتقد أن خطاب الملك المغربي أمس سيساهم في إعطاء دفع وهو مؤشر، أرجو أن يكون مؤشرا إيجابيا جدا وأن يكون مناسبة، خاصة وأن هذا يتزامن الآن مع الذكرى 30 لتأسيس اتحاد المغرب الكبير. وأنا كنت آمل وعبرت عن ذلك في أكثر مناسبة أن لا تمر هذه الذكرى 30 دون أن تعطي نفسا جديدا ودفعا جديدا لاتحاد المغرب الكبير.